بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا الطلاب، طلاب الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله رب العالمين معانا كده هنحل نموذجين، واحد قراءة واحد نصوص، علشان نشوف إحنا بنحل القراءة والنصوص إزاي. إن شاء الله تساعدنا في الامتحان. بص معايا كده، أول حاجة في القراءة طبعا عندنا أول درس مكارم الأخلاق لحاتم الطائي. طبعا دي أسئلة متحررة، يعني ممكن يجيب لك القطع ويجيب لك عليها أي أسئلة ملهاش علاقة أبدا بالحاجات اللي أنت درستها، ولكن الأسئلة دي بتعتمد على فهمك للقطعة اللي قدامك. أول سؤال عندي: مرادف عذله. لو بصيت كده في السطر الأول: وقد هجرته زوجته ماوية، وأكثرت زوجته نوار من لومه، وأطالت في عذله. عندي زوجته نوار لمته وأطالت في عزله، طبعا نفس الايه، نفس المعنى، يبقى عذله معناها لومه. تمام. اختر مضاد هجرت. وقد هجرته زوجته ماوية، هجرته عكس الهجر ايه؟ حب، اقتربت، وصلت، سامحت. طبعا عكس الهجر الوصال، يبقى عكس هجرته وصلت، رقم ب. مرادف صفوحا. شوف كده في الفقرة الثانية الكلمة اللي تحتها سطر الخط دي: وكان حاتم صفوحا يغفر ذلات قومه. حاتم كان صفوحا يغفر ذلات قومه. صفوحا يعني قنوع بيغفر، ولا شاكر بيغفر، ولا متسامح بيغفر. متسامح يغفر ذلات ايه؟ ذلات قومه. عندي بعد كده مضاد الحلم: ولكنه يدرك، في الفقرة الثانية، ولكنه يدرك أن الحلم كفيل بدفع أذاهم، وكم من مرة سكت سمعه كلمة قبيحة. الحلم هنا مضادها طيش، ولا يقظة، ولا عنف، ولا قوة. طبعا عندي رقم ب ودال وجيم، طبعا بعيدة جدا عن الصواب. الكلمة الصواب هي كلمة الطيش. علاقة أطالت في عذله بما قبلها. بص كده في السطر الأول: وقد هجرته زوجته ماوية، وأكثرت زوجته نوار من لومه، وأطالت في عزله. يبقى لمته وأطالت في عزله. احنا قلنا في أول سؤال إن عزله بمعنى لومه، يبقى بتلومه وبتطيل في عزله، الكلمتين بنفس الايه؟ بنفس المعنى. برافو عليكم، يبقى في عندي علاقة، تمام، علاقة ترادف. علاقة استبقاء لودهم بما قبلها: وكان حاتم صفوحا يغفر زلات قومه استبقاء لودهم. يبقى لماذا يغفر زلات قومه استبقاء لودهم؟ يبقى العلاقة ايه؟ تعليل. وكان حاتم صفوحا يغفر زلات قومه. طيب علاقة يغفر زلات قومه بما قبلها: وكان حاتم، كان ايه؟ كان صفوحا. يعني ايه صفوحا؟ يعني بيغفر زلات قومه. العلاقة هنا تفسير. وضح مدى موضوعية الكاتب وعدم تحيزه في عرض فكره أو فكره في مع التعليل. طبعا الموضوعية الكاتب أو تحيزه، الكلام ده بتفهمه منين؟ الكاتب الموضوع يا شباب هو الكاتب الذي يطرح قضية ويسوق أدلة عليها، يعني بيقول فكرة وبيقول الأدلة عليها. ده معنى كده إن هو كاتب موضوعي. الكاتب المتحيز اللي بيتطرق إلى فكرة أو بيطرحها دون التطرق إلى أسباب لهذه الفكرة. عندنا هنا الكاتب بتاعنا تحدث عن كرم حاتم الطائي وذكر أدلة لكرمه، تحدث عن صفحه وتسامحه وذكر أدلة، قال يغفر زلات قومه، قال إن هو كان سيد في قومه وذكر أسباب لذلك، قال كان متواضع لا يتيه ولا يرى نفسه فوق الناس. يبقى عندي حاجات كتير جدا هنقول ذكر صفات حاتم مؤيدة بالإيه؟ مؤيدة بالأدلة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: دلل من الفقرة الثانية على أن حاتم كف نفسه عن المطامع وصانها عن الدنيات. طبعا السؤال ده بتبقى إجابته مباشرة في القطعة، ولكن بيتطلب منك أن أنت تقرأ القطعة جيدا حتى تستطيع الوصول إلى الإجابة الصحيحة.
دلل من الفقرة الثانية على أن حاتم كف نفسه عن المطامع. هنلاقي الإجابة عندنا أنه كان عفيفا عفى عن كل ما يشين، وكف نفسه عن المطامع وصانها عن فعل الدنيات، وبلغ من استحياء حاتم من جاراته. وطبعا عندنا بقية الإجابة اللي بعده. وأوشكت القبائل أن تتفانى. إيه المقصود أو بما توحي كلمة تتفانى؟ هل يوحي استمرار القتال وشدته، أم عدم الرغبة في مواصلة القتال، أم اشتراك بعض القبائل في الحرب، أم فناء القبائل أمر مستبعد؟ طبعاً القبائل تتفانى بيدل على استمرار القتال وإيه وشدته. برافو عليكم. السؤال بعد كده بيقول لك في الفقرة الأخيرة دعوة، ما هي وما أثرها على الفرد والمجتمع؟ الفقرة الأخيرة بتقول فليقرأ شباب العرب سيرة أرباب القيم وذوي مكارم الأخلاق، حرى أن يتحلوا بهذه الصفات، وعسى الأمة العربية أن تربي أبنائها على هذه القيم الرفيعة والصفات النبيلة. طبعا لو أنت كده بصيت للفقرة هتلاقي أن هي فيها دعوة لشباب العرب للتطلع وقراءة الاطلاع على سيرة أرباب القيم وأصحاب القيم الرفيعة وأصحاب مكارم الأخلاق. يعني هنا دعوة إن أبنائنا العرب يقروا عن الناس اللي كان ليهم دور مؤثر في الحياة العربية، سواء كان بالقيم أو بالأخلاق. طيب أثر هذه الدعوة على الفرد والمجتمع، طبعا عندك هذه الدعوة بتربي الأبناء على القيم الإيه؟ القيم الرفيعة. هنا الدعوة هي التعرف على سير عظماء الإيه؟ العرب، وأثرها بيرتقي أخلاق الفرد والإيه؟ والمجتمع. بيقول لي بعد كده وصف الكاتب حاتم بأنه الكريم بلا منافس، فهل توافقه؟ علل لرأيك. وخلي بالك من السؤال المذيل، لما يقول لك علل لرأيك ما تجاوبش على النص الأولاني وتسيب باقي الإيه؟ باقي السؤال. بيقول حاتم كريم بلا منافس، موافق ولا غير موافق؟ طبعا موافق. ليه بقى موافق؟ لأن الكاتب ساق الأدلة لذلك، قال ليه هو حاتم كان كريما بلا منافس. شوف كده عندك في الفقرة قبل الأخيرة بيقول وهو سيد في قومه مرموق المكانة، ولكنه متواضع لا يتيه ولا يرى نفسه فوق الناس، وليس من العسير، ده أحمل حاجة بقى، وليس من العسير أن يمتاز رجل بالجود وآخر بالعفة وثالث بالصفح والتسامح. يبقى مش صعب ان احنا نشوف واحد يتميز بصفة الجود، وشخص يتميز بالعفة، وشخص يتميز بالصفح والتسامح، وشخص يتميز بالتواضع، ولكن صعب ان تجتمع كل هذه الصفات لرجل واحد، وان اجتمعت فهو الكريم بلا منافس. كده نكون جاوبنا على كل اسئلة القراءة. النصوص متحررة. يقول نبيغ الذبياني، وطبعا بنقرأ النص قراءة متأنية. السؤال رقم واحد بيقول لي اختر معنى كلمة سورة. نطلع نشوف كلمة سورة في السطر الأول. ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. يبقى ربنا أعطاه إيه؟ أعطاه آية ولا أعطاه وثبة ولا أعطاه سطوة ولا أعطاه نظرة سديدة؟ نقول تاني، ألم ترى أن الله طبعا أنا هنا عندي يمكن يكون يعني إيه اختياراتك انحصرت في به ودال. طيب ناخد كل واحدة ونحطها في الجملة. ألم ترى أن الله أعطاك سطوة ترى كل ملك دونها يتذبذب، ولا ألم ترى أن الله أعطاك سيرة سديدة نظرة سديدة ترى كل ملك دونها يتذبذب؟ طبعا كلمة ملك دونها يتذبذب يعني الملوك بتخاف منه، طبعا الملوك هتخاف منه علشان برافو عليكم السطوة. تمام. ما علاقة مقولة ترى كل ملك دونها يتذبذب بما قبلها ألم ترى أن الله أعطاك سورة؟ نتيجة لذلك يبقى سبب ونتيجة، ونتيجة لذلك ترى كل ملك دونها يتذبذب، صحيح. يقول النبيغ الذبياني، طبعا عندنا الآيات الأبيات، ميز نوع المحسن فيما يلي: فإن أكو مظلوما فعبد ظلمته. لو أنا مظلوم يبقى أنت اللي ظلمتني، يبقى في مظلوم وفي ظالم، يبقى طبعا عندي هنا ايه؟ تمام، انا سامع حد بيقول تضاد، قصدك اللي هي طباق، ما فيش حاجه عندك اسمها تضاد، طباق. تمام. 4 اختر نوع اللون البياني في البيت الثاني: فانك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبدو منهم كوكب. فانك شمس، انت طبعا انت شمس، انا عندي تشبيه، او تمام انت شمس، دي ايه؟ تشبيه.
النص اللي بعده معنى المزن، فنحن كماء المزن في نصابنا. مية المزن يعني مية الايه؟ مية الميزان ولا مية البحار ولا مية العيون؟ طبعا المزن اللي هي الايه؟ السحاب، حتى موجودة في القرآن الكريم. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ اختر نوع اللون البياني في قوله نحن كماء المزن. أدي بيصور نحن، أدي مشبه بماء المزن، ده مشبه به، وعند الكاف أداة تشبيه، يبقى ده تشبيه مجمل. برافو عليكم. العاطفة المسيطرة على الشاعر، الشاعر بيقول وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل، فنحن كماء المزن في نصابنا كهام ولا فينا يعد بخيل، وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول، وما أخمدت نار لنا دون طارق ولا ذمنا في النازلين نزيل. طبعا كل هذه الأبيات بتدل على الاعتزاز بالقبيلة، طبعا ما فيش حنين ولا هجاء ولا غضب ولا حاجة، ده راجل معتز بقبيلته. بعد كده بيقول لي تضم الأبيات كثير من القيم، اذكر قيمة استخلصتها من الأبيات مدللا عليها. طبعا القيم هي الأخلاق أو الصفات التي أراد الشاعر أن يرسخها في آذاننا. طبعا عندنا وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل، طبعا هنا في شجاعة. نحن كماء المزن في نصابنا، عندي في كرم، يبقى الصفات الموجودة الشجاعة والكرم وعزة النفس. لما يقول لك مدللا عليها هتقول له طبعا نحن كماء المزن فيها كرم، وما أخمدت نار لنا دون أخمدت نار لنا دون طارق برضو فيها كرم، وما مات منا سيد حتف أنفه في شجاعة، نحن كماء المزن في عزة نفس. يبقى في عندنا كل الأسئلة الإجابات متاحة إن شاء الله. بكده نكون انتهينا من شرح مبسط لكيفية الإجابة على أسئلة القراءة والنصوص. نشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.